آمل ألا يستغرق الأمر طوال اليوم خياط، عندي أمور مهمة أقوم بها. بابا سنفور اصبر، لن يستغرق إلا بضع دقائق. 7 سنتيمترات. إنها 7 سنتيمترات دوما، 7 سنتيمترات ونصف. بل هي 8. كنت أتساءل بابا سنفور، الموضة تتبدل. لا شكرا. لا أفهم يا غبي، أنا أقرأ الكتب نفسها التي يقرأها بابا سنفور، عندي عمق التفكير مثله، أنا بالتأكيد ذكي بقدره. أرأيت يا غبي، أنا رشيق مثله أيضا، أنا حتى أصغر سنا منه، لهذا أسألك يا غبي، ما الخطأ في؟ عجبا مفكر، لا أعرف. بالطبع لا تعرف، إذا كنت أنا لا أعرف فكيف تعرف أنت؟ لكنني أعرف شيئاً واحداً، الكل يصغي إلى بابا سنفور ولا أحد يصغي إلي أبداً. لا أفهم يا هلهول، أنا لا أفهم، هل ميرلين العظيم أذكى مني؟ ألست فطناً مثل مونروفيا؟ وأنا بالطبع مؤذن مثل سلون. نعم نعم. ومع هذا لا أحد يصغي إلي. عندهم شيء يا هلهول، شيء مميز، شيء هو سبب شهرتهم، لكن ما هو؟ مفكر؟ ليس الآن غبي، أنا أفكر. لكن يا مفكر. أرجوك غبي. حسناً يا مفكر، اعتقدت أنك تحب أن تعرف أن على نظاراتك دبوراً. نظاراتي؟ طبعاً، هذا واضح جداً. النجدة. الفارق الوحيد بيني وبين بابا سنفور هو أنني أضع نظارات. النجدة. النجدة. وجدتها هلهول، هذا واضح، واضح كالشعر على وجوههم الغبية، كلهم عندهم لحى. سوف أترك لحيتي تنمو، وأي لحية ستكون؟ كثيفة، طويلة، جميلة، لحية تجعل سواها يخجل. لحيتي ستكون أكثف من لحية ميرلين، وأطول من لحية مونروفيا، وأقوى من لحية سلون. نعم هلهول، أتخيل نفسي منذ الآن أذكى مشعوذ في العالم. آمل ألا يطول الأمر يا حلاق، عندي أعمال كثيرة هذا اليوم. بضع دقائق. كنت أتساءل بابا سنفور، ستبدو أصغر بسنوات إن شذبت لحيتك، هذه هي الموضة. لا شكرا لك. لا 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 لا. مفكر، أعتقد أن عليك وضع نظاراتك. حسنا، لابد من أن تضعها. غبي، حكمة عيون الذهن ترى أوضح من أي آلة ميكانيكية. سنفورة، أنت هنا، تبدين أجمل من العادة. تحفة الفنية، لقد أفسدتها. سنفور مفكر، أنت تغضبني، أصبحت أحمر من الغضب. أحمر؟ أحمر؟ طبعاً، لما لم أكتشف هذا من قبل؟ يستمد بابا سنفور حكمته من لباسه الأحمر. يا غبي، أين هي نظاراتي؟ حسناً، سأصنع لك لباساً أحمر، لكن لا أظنه مناسباً. ألا تريد لوناً آخر مفكر؟ أحمر. أرى أنه من الأنانية أن تصر على رأيك. لا يهمني ما تعتقده خياط، الزبون دائماً على حق. ما الذي يستنفر هنا؟ هذا ما كنت سأسأله أيضاً. هل سيقوم بابا سنفور بإعلان؟ لا، أنا سنفور مفكر، سأقول لكم بضع كلمات حكيمة. يا رفاقي السنافر، وأنا أقف أمامكم الآن بجمال ما يرمز إلى الحكمة، أستطيع بسنفرة أن أقول: لابد من أنها اللحية. ثم قال الدب الطفل للأم: من كان يأكل حسائي؟ تفضل، بما أساعدك مفكر؟ بابا سنفور، كنت أتساءل. نعم يا مفكر. منذ متى عندك لحية بابا سنفور؟ منذ زمن بعيد جدا. هل كانت دائما بيضاء؟ لا، لم تكن كذلك. هل سيكون لي لحية بابا سنفور؟ هذا ممكن. حقا؟ متى؟ قد أقول بعد 300 سنة. هذا مخيب للأمال، علي أن أنتظر وقتا طويلا جدا. لابد من أن تتحلى بالصبر، إنه حجر الأساس في الحكمة.
لا شيء، لا شيء، لا شيء. إذن سأنتظر 300 سنة لتنمو لحيتي. في الواقع يا لول، لقد نفد صبري. لابد من وسيلة أخرى. ما الأمر الآن مفكر؟ آمل ألا يكون خطاباً آخر. يا للهول، سيقوم مفكر بإعلان. هل تسرع قليلاً يا مفكر؟ اصبروا أيها الرفاق السنافر، اصبروا. أليس عندكم احترام لرمز الحكمة الظاهر؟ ادخل. نعم مفكر. بابا سنفور، لا أستطيع الانتظار 300 سنة. لابد من أن تنتظر يا مفكر. كنت أفكر في منبت الشعر يا بابا سنفور. لا يا مفكر، ما من منبت معروف قد يجعل الشعر ينمو. شبكة الشعر، دبوس الشعر، وارتفاع الشعر. ها هي منبت الشعر. 400 جرام من قشرة دراقة عفنة، وأخيراً ما أجمله، زيت من ذيل ضربان مايت. حسناً يا أصدقائي الملتحين، ستشاهدون عملاً عجيباً. أوه يا منبت الشعر، افعل فعلتك، اجعلها كثيفة، اجعلها طويلة، اجعلها خشنة. إنها تنبت سريعاً. أو لا، توقفي، توقفي، لقد علقت. ساعدوني، ساعدوني. لقد توقفت، أخيراً توقف نموها. أوه الهول، أين أنت؟ المقص، أحتاج إلى مقص. مدهش، لم أرى شيئاً كهذا. يا للسماء، ما هذا؟ لا أعرف، لكن رائحته تشبه رائحة شرشبيل. ماذا علينا أن نفعل بابا سنفور؟ علينا أن نجد مصدره. أوه، بأي اتجاه نذهب بابا سنفور؟ من شكل هذا الشعر يبدو أنه نما بهذا الاتجاه، لذلك سوف نذهب في ذلك الاتجاه. بابا سنفور، يا لحكمتك وعبقريتك. المقص، المقص، أيها الهر المخبول، هيا اذهب وأحضر، أحضر. أو. 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 توقف أيها الهر، توقف. أو هذا مؤلم. مؤسف أن يكون مفكر مشغولا بالعمل على مشروع سري فلم يتمكن من المجيء معنا. أما زال المكان بعيداً بابا سنفور؟ ليس كثيراً، لا. أما زال المكان بعيداً بابا سنفور؟ ليس كثيراً، لا. أما زال المكان بعيداً بابا سنفور؟ أجل، بعيد جداً. ساعدوني، ساعدوني، ليساعدني أحد. بابا سنفور، حالته يرثى لها، فطر لي قلبي. حسناً، تكلم عن نفسك نعسان، لم يفطر لي قلبي. ساعدوني، أرجوكم، ليساعدني أحد. علينا أن نحاول الدخول. ليساعدني أحد، ساعدوني. سيد فأر، جميل منك أن تعرض نفسك للخطر. ما هذا؟ من هنا؟ كائناً من كنت؟ ساعدني، أرجوك، ساعدني. غريب يا شرشبيل، يا لها من لحية. بابا سنفور، بابا سنفور، أرجوك حررني من هذه اللحية. بابا سنفور، المقص على الطاولة. لا أعرف لما علينا مساعدتك أيها الشرير النتن. سنفورة، ألا تشفقين على هذا المخلوق المسكين؟ لا. يا للمسكين، علينا أن نقص له لحيته بابا سنفور. نعم، أرجوك بابا سنفور، قصها لي، رجاء قصها لي. لا فائدة من ذلك، هذه لحية عجيبة، ستعود لتنمو حالما نقصها. هل تعني أنني سأموت هنا؟ نحن لن نسمح بحصول هذا. هناك وسيلة وحيدة أعرفها لتحريرك شرشبيل. أي شيء، أي شيء. أخبرني الآن، هل عندك بذرة فلفل حار؟ بذرة فلفل حار؟ بذرة فلفل حار؟ هذا عمل خير بابا سنفور. هل أنت مستعد شرشبيل؟ نعم، أسرع. ردد من بعدي، يا بذرة الفلفل، استمعي إلى رغبتي. يا بذرة الفلفل، يا بذرة الفلفل، استمعي إلى رغبتي. يا بذرة الفلفل، أعيدي لي حريتي. يا بذرة الفلفل، يا بذرة الفلفل، أعيدي لي حريتي. ما
من الأفضل أن نرحل يا سنافر الصغار. من الأفضل أن تركض بابا سنفور لأنني آت. أخبرتكم بأنه لم يكن علينا أن نحرره. لن تفلتوا مني أبدا. اركضوا يا سنافر الصغار، اركضوا. بابا سنفور، أنا لا أفهم حقا. اقفزوا أيها السنافر الصغار، اقفزوا. لا 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 لا. ما هذا؟ لحية أخرى؟ يا للهول. سنفور مفكر، هل أنت بخير؟ أنا أكلمك مفكر، هل تسمعني؟ نعم بابا سنفور، أعددت منبتاً للشعر. أعرف هذا مفكر. أنت تعرف كل شيء بابا سنفور، كل شيء، لكن هل أصغي إليك؟ لا، كان علي أن أتعلم بنفسي أن الحكمة لا تأتي من اللحية فقط. بابا سنفور، أنت حكيم جداً. بابا سنفور، أرجوك ساعدني، 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 ساعدني. أقول، أحضر لي بذرة فلفل حار. أنا أكره الفلفل الحار.